وفي واحد لافي في القنوات على الايام في الايام دي وزي ما بقولوا شغله طالع فيها جديد اسمه الدجال الفضائي محمد المنتصر الازهري. هذا الرجل الضال المضل الذي يدعو الى الكفر بالله ويدعو الى عباده غير الله ويجدد دين المشركين الاوائل. والله الزول اللي اسمه محمد المنتصر ده بيجدد دين المشركين الاوائل، ابو لهب وعقبه بن ابي معيط وابو جهل وكل هؤلاء الضلال. الزول ده الدين بتاعهم تاني من جديد. يقول لك ممكن عادي تطوف في القبه اذا ما عندك في عقيده في صاحب القبه. في زول مرق مين هنا فيه زريبه هناك ما عنده عقيده في المكاشفه؟ زول مرق مين هنا فيه اللبيط هناك ما عنده عقيده في عبد الرحيم الزريبه؟ وكل هذا ضلال. ويجوز تقول مدد يا فلان ونظره يا ابو فلان، وكل هذا يدعو اليه هذا الرجل الضال المضل المنحرف محمد المنتصر الازهري، وشغال في القنوات في قناه ام درمان وبتاعت حسن خوجلي. الزول الكثير ده ما شافه زول يدعو الى فتح الباب لهذا الرجل لكي يدعو الى الشرك. حسين خوجلي اسال الله ان يعامله بعدله ويلحقه بالتراب سلفه، لانه زول فتح لرجل يجدد دين المشركين الاوائل، يجدد الدين بتاعه. حسين خوجلي فتح له القناه، اتفضل يا حمد المنتصر قول على الدين بتاعك ودين كله باطل. عشان كده هؤلاء الناس احيوا عباده الاموات والطواف القبور والذبح لغير الله و الاعتقاد في غير الله، كل هذا نشره اهل التصوف. اهل التصوف نشروا ده، عشان كده بتلقى قصائدهم مليانه وكتبهم مليانه برضه. وده كتاب اسمه ليك سلام مني، ده بتاع عبد الرحيم الزريبه، ده اكثر زول الف شعر في البلد دي ينشر الشرك عبر الشعر. فعبد الرحيم الزريبه نشر الشرك عبر الاشعار، والناس من جهلها الزول عشان عاجبه اللحن تلقاه في اسمع في المدحه وما جايب خبر يقول لك نطلب قصيده سيدي حسن حسون. وانت عارف حسن حسون قالوا بيحيي الاموات وقالوا ما عارف بيسوي، وتلقى عمنا شغال ينقص ساي وما جايب خبر للشركه الجوا بتاع عبد الرحيم الزريبه. ففي هذا الكتاب في الصفحه 41 قالوا في واحد من الشيوخ قلب البيت ولد، لتعلم ان هؤلاء الناس لا علاقه لهم مع كتاب الله ولا مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام لا من قريب ولا من بعيد. الكتاب اسمه ديوان ليك سلام مني، تاليف الشيخ عبد الرحيم البرعي بتاع الزريه بتاع البيض. قال بيتكلم عن شيخ احمد الطيب البشير، قال يحضر مريد في النزع والجبير. انت لو كنت تابع لاحمد الطيب البشير اذا مت ودخلك جوا القبر بيجيك طوال الشيخ ويلقنك الشهاده، يجاوب لك على الاسئله بتاعت الملكين لما يسالوك من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال لك بيجيك، قال يحضر مريده، المريد ده الحوار، والحوار ده عباره عن حمار، الحوار عباره عن حمار، لانه بيخدم الشيخ خدمه عجيبه، تلقاه قاعد 25 سنه في التكيه، لا بيقول لا يكل لا يمل، يغسل سروال الشيخ ويعصر قرعين الشيخ ويطقطق ظهر الشيخ ويورق الخضره بتاعت مرات الشيخ، ولا بيعترض، لانه عبد الرحيم الزريبه في كتاب رياض الجنه ونرد جنة قال له ما تعترض على ابوك الشيخ، قال لك ابوك الشيخ لو قال لك اي حاجه نفذها طوال. قال استاذك يا فقير قل عنده ذليل حقير، له اطبع كالصغير ما تميل ابدا لغير، كل له قريب وجار له اخدم بدون ايجار، اوعاك من الكيجار ومعامله التجار، كن ثابت عنده ما تطعق عنده، في كربك انده بتغيثك جنده. شرك وكفر بعد الخيابه وعدم الرجاله، قال لك ان جاتك مصيبه ناديه، وافتراء ودعوه الى الشرك بالله عز وجل. قال يحضر مريد في النزع والجبير للحج يلقن باحسن التعبير، وله يؤانس في الوحده والشبير.
كمان بيسالك يتونس معك. والله شفت اخو جوا القبر ده تاني ما شفت، ما في زول يعني يدخلوه معاك ولا زول يلحقك جوا نهائي ابدا. شفت الا ايمانك بالله عز وجل وعملك الصالح. لكن تاني ابوك الشيخ في الدنيا اللي كنت قاعد تطقطق اصابعه ده والله ما بيلحقك، والله الذي لا اله غيره. وما تسمع بتاع القادريه، بتاع القادريه قال: وكن يا مريدي حافظا لعهودنا اكو حاضر الميزان يوم الوقيعه، يوم القيامه بتاع القادريه قال برضه انت اذا كنت تابع للقادري برضه بيلحقك وكذب. وربنا قال: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. قال قال للحجه يلقن باحسن التعبير وله يؤانس في الوحده والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. الى ان قال قال: كرامات ما بتنعد كالبحر بل ازيد. قال ايه وفي صفحة الثانية قال: قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. قال تسلم لابوك الشيخ، قال له سلم يا ولد اهو ده القلب البيت ولد. الزول ده لو جبنا له البيت بتاعت المولد اللي قاعد ياكلها دي ما بيقلبها بالطريقة دي وكذب. يقول لك قلب يعني انت شغال معارضة يعني، وربنا جابها بيت. ربنا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا جابها بيت، انت شغال معارضة يعني، شغال معارضة، كذب وافتراء وضلال مبين يدعو إليه هؤلاء المتصوفة ويساندهم على هذا النشر هذا الباطل. الإخوان المسلمين كحسين خوجلي وحسين خوجلي ومن حزى حزوه من هؤلاء الضلال الذين فتحوا الباب لهؤلاء. ونحن إذا في زول دار ناقش والفرصة مفتوحة للحوار والنقاش في هذا الكلام الذي قلناه، أن التصوف على ضلال، الإخوان المسلمين على ضلال، حزب التحرير ضلال، تنظيم القاعدة ضلال، داعش ضلال، المؤتمر كل الأحزاب ضلال. زول داري ناقص يبرز أنا قرنيه ونديه الفرصة نناقشه طوال. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش لمن أراد أن يناقش أي حاجة في رأسك، عمليك زنة دار تناقشها تعال ناقش. صوفي أخو مسلم قاعد ساي ما عندك شغلة بتاع خلط تعال طوال دار تناقش تعال ناقش. هاي لو في زول عنده سؤال برضو يجي، لو في زول عنده سؤال يسأل طوال. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. الجامعة دي ما فيها يعني أتباع الترابي ما في. أبوك الشيخ الترابي توفى، تعال دافع عنه الليلة. قال عذاب قبر ما في الليلة بتعرف الصحن. ما في زول تابع للترابي حزب تحرير ما في. أخو مسلم أخوان مسلمين ما في. صوفية ما في. بلا الجزيرة دي منتشرة فيها صوفية، ما في صوفية؟